في آخر أسئلتها تقول المرسلة أحمدية القرني: هل يأثم من حفظ بعض سور القرآن ثم نسيها؟ لا يأثم بذلك، لأن النسيان آفة تصيب الإنسان، فلا يأثم بذلك، إلا إذا كان هذا النسيان بسبب الإهمال وعدم المبالاة فإنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعاهد القرآن والإكثار من تلاوته لئلا يتفلت ويضيع. نعم.